شغال شغاله يا وحش. قلنا 99 99 99 99 شغال شغاله يا وحش. كله كله ايه؟ على الله ان شاء الله، على الله ان شاء الله. بس تتجمع لايك وكومنت واشتري واقول لك مبروك على طول ومفيش تفكير. قلنا جاي لك حلويات قطايف ولطايف وجاتوهات النهارده. قلنا فرع اسيوط 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 عاملين لك دمار شامل. شغال شغال يا وحش. كل الملابس عندنا في ذمه الله. تمام، لابس في ذمه الله. شغال شغال يا وحش. هبيع لك من اول ال 10 جنيه اندر ب 10 جنيه برام 25 عرض البيجامه الشتوي الفرو ب 99 ب 185. قلنا الدفايه الشتوي ب 99 جنيه. قلنا دمار، قلنا حكايه وروايه، حكايه وروايه. هبيع لك الشروال ب 35. هدمر لك الدنيا النهارده. قلنا اسيوط بتفرح. اسيوط ايه؟ بتفرح. قلنا عرض التلات بكره حكايته حكايه. قلنا التلات بكره حكايته حكايه. ويا ترحى ما ترحاش. قلنا 16 واحد 16 واحد هوريك عروض ما شافتهاش حد. شغال شغال يا وحش. ايه ايه وكميات وحلويات. وجايب لك الترندات عندنا وبقول لك محدش زينا. قلنا جايب لك البيسبول ايه؟ امور اسم الله عليها. اقول لك دمار شامل، دمار شامل بكره عم محب والدله بتقيل. قلنا محب ومحبة الناس نعمة. شغال شغال قلنا دمار شامل، قلنا دمار شامل النهارده. الناس تجمع بسرعة لايك وكومنت وشير. اعملي منشن لكل حبايبك واصحابك عشان يستفادوا بالعروض. هوريك كوليكشن ما شفتوش في حياتك. هوريك كوليكشن عروض ما شفتوش في حياتك. شغال شغال يا وحش. الناس بتتجمع يا وحش. تتجمع يا وحش. نخرب الدنيا. عايزين نخرب الدنيا. بص 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 على الله ان شاء الله. بقول لك شوية جاتوهات النهارده، بقول لك شويه جاتوهات النهارده حبايبنا يجمعوا. قلنا لايك وكومنت وشير اقول لك مبروك على طول. لايك وكومنت وشير اقول لك مبروك على طول. قلنا حكايتنا حكايه، قلنا جاتوهات، قلنا قطايف، قلنا لطايف، قلنا حلويات. قلنا عنواننا سهل وبسيط وما يتوهش. قلنا اسيوط، اسيوط المعلمين عند كوبري السادات عند سوبر جيت الاتحاد العربي. احنا على الطريق العمومي بره يا جماعه، وملناش اي محلات تاني في اسيوط، ملناش اي محلات تاني في اسيوط. شغال شغال. يلا الناس فين؟ الناس فين؟ قلنا اعملي لايك وكومنت اقول لك الف مبروك كسبانه معانا بجامه شتوي هديه، بجامه شتوي هديه. شغال شغال يا وحش. شغال 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 شغال. واحد الله، واحد اتنين حسن وحسين. تعالى تعالى تعالى. بص بص حلويات، بص حلويات. بقول لك الشغل الجديد شيرين، الجديد شيرين. بقول لك بكره من الساعه 11 للساعه 3 بكام؟ من 11 ل 3 وما تسالنيش بعد 3. من 11 ل 3 بقول لك 185 جنيه. ادي بيه 185 جنيه. بايع يا وحش. مفيش تفكير. بايع يا وحش. 185 جنيه بكره. قلنا لايك بسرعه، مش عايز منك غير لايك. لايك بسرعه اقول لك مبروك. وبقول لك ايه؟ ايه؟ 185 جنيه. ادي بيه 185 جنيه. ادي بيه. قال لك بجيب لك صفقات وبجيب لك طفرات وبجيب لك حلويات. شغال شغال يا وحش. بص 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 مع احترامي للجميع انا مش شايف حد. مع احترامي للجميع انا مش شايف حد. بقول لك بكره ب 185 جنيه. قال لك الفرو والترندات فرو بره وجوه، مش جايب لك حاجه من جوه بلاستر من بره فرو. بقول لك فرو بره وجوه بطانيه ب 185 جنيه. ب 185 وقبل ما تشتري عايزك تتفرج. قبل ما تشتري عايزك تتفرج. جايب لك ايه؟ موديلات حكايه ده حكايه. جايب لك حلويات. بص بص الطفرات، بص التلبيس، بص كل محشي وضربي تعالى هلبسك. كل محشي وضربي وتعالى هلبسك. اهم ما في الكلام ايه؟ ايه؟ تفاصيل التفاصيل التفاصيل. شغال شغال يا وحش. قول شامل بكره حكايتنا حكايه. على الله يا وحش. على الله ان شاء الله. ودي ودي ولا تفكر. بص 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 الشغل، بص الجديد. قلنا الجديد شديد، الجديد على قد الايد. الجديد عندنا في القاهره وفي الصعيد يا وحش. وبص الحلويات، بص 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 التفاصيل، بص الشغل العالي. قال لك لما تقول لك بالاوريجينال يبقى جاي لك بالاوريجينال اللي كمان ما يخطرش على البال. بص بص الالوان، بص الدرجات. بقول لك بكره بكام يا عم محب؟ بكام؟ قول لي محبه الناس نعمه. بقول لك 185. اديش معايا 185 185 من 11 ل 3. ايه؟ ال 80 ال 90. يلا يا وحش يا وحش. لسه انا عايز لايكات. انا عايز لايكات. بقول لك 185 جنيه. اللي عايز يكسب يا وحش يكتب على الله ان شاء الله معانا على طول. ادي بيع على الله ان شاء الله. اللي هيثبت حضوره على الله ان شاء الله يكسبان معانا. بص 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 الاوريجينال. يلا بص طلع ووريهم. بص 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 حلويات، بص حلويات. بقول لك بكره من اول ال 185 جنيه. ادي بيع مفيش ترجيع. من اول ال 185 جنيه. ادي يا وحش. وكميات الكميات ال 100 شخص اللي معانا عليكم مشاركه حالا هقول لك مبروك. اهي 200 جنيه في دفون كاش حالا. يلا اهي اهي اهي. قول لك بكره الاوريجينال يا جماعه ما يخطرش معاك على البال. بقول لك دمار شامل،
قالك اي حته مستورده عندي اقول لك عليها خصمي 50 جنيه كم خصمي 50 جنيه ادي بيها وحش اهي بص 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 الله بص. الله الله وحش التفاصيل بقول لك هتضربي هتلبسي 2 3 طن على بيسك لو انت 2 3 طن اهو اهو بص البنطلون يلا بص يلا. البنطلون بص البنطلون عايز اكتر من كده عايز اكتر من كده قلنا دمار شامل بكره وبقول لك عرض ده عرض للنيار بقول لك بكره مش شايفين حد ال 120 معانا لايك ومشاركه حالا اقول لك مبروك 200 جنيه فودافون كاش حالا لسه بدري يلا لسه بدري لسه بدري لسه بدري شغال تعال قرب معايا كده بص على التفاصيل بص مطلع لك لسان نور نور الحور نور الحور على الله ان شاء الله مبروك يلا ادي بيع يلا دينا عصام اقول لك مبروك وعلى الله ان شاء الله اقول لك مبروك يلا كل اللي يثبت حضوره على الله ان شاء الله كسبان طب بكره حكايته حكايه ادي بيه ده بتاعنا يا واحد الله يبارك لك ده بتاعنا بكره بقول لك تمام وحكايتنا حكايه تمام حكايتنا حكايه بص 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 حلويات بص الجزوات بص الاوريجينال بص الجوال بقول لك بكره معاك من اول ال 185 شغال دي الحكايه ده حكايه شغال دي الحكايه ده حكايه بقول لك من 11 ل 3 الله يبارك من 11 ل 3 تلحق يا ما تلحقش بقول لك خصومات تصل معاك حاجه 80% قلنا الروب بالبيجامه القمر قلنا الشغل ايه القطع الزياده القطع الزياده بص 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 يلا ال 150 شخص اللي معانا يلا بص يلا بص لسه لسه البنطلون وادي الروب القمر الشغل المبطن فرو بره وجوه شغال على الله ان شاء الله الله بص قال لك التونيك القمر قلنا والتوكه بص بص حبه حلويات حبه حلويات جايب لك الشغل الجديد تعال قرب معايا بص بص الشغل الرياضي بص العشاق الرياضي بص 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 الجمال بص الجمال شفت حلويات كده على الله يا وحش كده لسه وحش الله ان شاء الله على الله ان شاء الله تعالى 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 لك الدفايه بكره من اول الايه؟ ايه؟ من اول ال 99 جنيه ادي بيه من اول ال 99 جنيه ادي بيه يا وحش قول لك من 11 ل 3 من 11 ل 5 قلنا اسيوط فيصل المعلم فيصل المعلمين احنا مش فيصل هو فيصل المعلمين عندكم شغال شغال عطل السريع على فيصل الطابق شارع الكعبيش وكشري مجنون ايه ده مجنون ايه ده مجنون من اول ال 99 جنيه بكم من اول ال 99 جنيه الملابس في ذمه الله 99 جنيه والبقاء لله حق بص 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 الدمار بص حلويات جايب لك كوليكشن وقع جلد المخ اعذرونا مش شاف حد اعذرونا مش شاف حد اهي 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 يلا ال 200 شخص اللي معانا يا وحش يلا يلا ال 200 شخص يلا يلا انا عايز لايك انا عايز لايك بس لايك وشير يا جدعان حلويات بص الاوريجينال بص الجمال بص الجاتوهات بص الجدوات تخيل كده اقول لك كام بكره تخيل كده اقول لك كام بكره كام ودي عايزك تودي كل عروض شغاله عايزك تودي ودي يا وحش ودي ودي يا وحش خصم 100 جنيه ادي بيه 100 جنيه ادي بيه الامر ده كام الجدوات دي كام الحلويات دي اديداس 100 جنيه ادي بيه يا وحش تعالى 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 فكر دي قلت لك بكام كام 99 عايزين نعرف الناس ان المفروشات برضه شغاله والمنزل شغال عامل لك عرض مفروشات دمار شامل دلوقتي بقول لك 9 من اول ال 99 الله عليك من اول ال 99 شغال من اول ال 99 شغال من اول ال 99 من اول ال 99 من اول ال 99 وعذري مش شايف حد اللي كسب كسب واللي خسر ربنا عوض عليه ايه ده حاج بص 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 بكام ده اسمع معايا الكلام بكام ده بقى بره ب 150 وقت ما بيعملوا عرض يقول لك 95 و85 اما يقول لك 35 جنيه كام 35 جنيه 35 35 جنيه دمر وحش 35 جنيه دمر وحش 35 جنيه ايه ده وحش حاجه مش الشغل العادي بيقول لك المبطن من جوه كمان 35 جنيه ايه ده بيع 30 بكل الوانه بكل اشكاله بيقول لك بكام بكام 35 جنيه طب والكميات يا وحش 30 جنيه اهي زي ما انت عايز تقوله بقول لك من اول ال 35 جنيه ادي بيه حلويات وجاتوهات 35 35 35 35 35 اهو 35 35 35 وبقول لك بكره وداع وداع يا وحش وداع تعالى كده 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 عندي دستتين اندرات على شويه بنات على شويه حلويات طب ما تيجي احنا نروح لهم يا وحش تعالى لسه معايا شويه دلع تعالى شويه دلع دلع اللي اتمنع 15 جنيه كم 15 جنيه يا لهوي الملابس في ذمه الله جنيه. والبقاء لله 15 جنيه 15 جنيه انت عروسه زي القمر هتيجي فاتوره تاخدي فاتوره ب 500 جنيه هتيجي ده بدل ما تاخدي ب 100 هدولك ب 15 هدولك بكام بكام 15 15 15 عوض علينا ربنا يا وحش عوض علينا ربنا واللي خسر عوض علينا ربنا ادي بيه انتك القمر عايزه دفايه شتوي والدنيا ايه مزنقه تعالى عند روميا هقول لك 95 جنيه بكام 95 جنيه يا لهوي 90 جنيه يا لهوي 95 جنيه 95 جنيه 95 جنيه
تعال قرب معايا. عارف البراب كم؟ كام؟ 25. كم؟ 25. دي كلها كميات؟ 25. ادي بيه. 25. ادي بيه. 25 اهو. دمر وحش. 25. 25. 25. اخواتي مش بتاع براءات. جاب لي صفقة براب بقول لك هبعلك ب 25 جنيه. ادي بيه يا وحش. 25. 25. 25. مش شرط ده الاسبورتات. الاسبورتات الشغل المستورد ابو 120 بيقول لك عرض ب 95 بقول لك 25 جنيه. قال لك البراد عند رومي من اول بكام؟ بكام؟ 25 جنيه. اهي اهي الوانك واشكالك. اخواتي انا مش بتاع ايس كابات بس جد صفقه ايس كاب وابعه لك بكره بكام؟ بكام؟ 5 جنيه. كم؟ 5 جنيه. يا لهوي يا لهوي 5 جنيه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ادي اللي ما يشتري يتفرج. دمر وحش. 5 جنيه. جاي على ماسك كمان. ادي بيعه وحش. اللي ضيع ضيع. اللي كسب كسب وحش. ربنا يعوض عليه. يعوض عليه. مش خلصان تعال قرب معايا. عشان لما اقول لك الاندر عند رومي ابو 75 عندهم بقول لك انا عندي بكام؟ كام؟ اغلى اندر 25 جنيه وارخص اندر 10 جنيه. الله عليك. قال لك الكلام مش بعيد الكلام في القريب 15 من 10 من 25 مش كتير كلها كلام فاضي وكلها تحت رجلك وبقول لك 10 جنيه من اول ال 10 جنيه من اول 10 جنيه اعذرني معلش انا سخنت ووديت وداع على جشع التجار يا وحش. يا مرحب بتضمين الاسعار. ادي بيع يا وحش. البوكسرات بوكسر بوكسر. البوكسرات اللي حكايتها حكايه. بقول لك بكره كام؟ كام؟ 25 جنيه. دمر يا وحش. 25 جنيه. تعوض عليك ربنا يا وحش. اهو فعلا ربنا يعوض عليك. يا روميو يعوض عليك ربنا. 25 جنيه. ادي بيه. 25 جنيه. 25 جنيه اهو. 25 جنيه. كميات كميات. 25 جنيه ولا ضمرش والكميات رايحه فين يا وحش؟ تعالى الكميات رايحه فين؟ قال لك الكميات عندنا لحد فين؟ الكيت كات. الكيت عشان احنا هنا في الشلالات. الله عليك. بص 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 بص. قال لك البرا 25 اهو. اهو اهو 25 ومش هحرمك من حاجه. اغلى برا عندي المستورد الاوريجينال اللي عندهم ب 200 وب 150 يقول لك براندات. انا بقول لك بكره بكام؟ كام؟ اغلى واحد 95 جنيه. ادي بيه. لو انت جاموسه هتلبسي. الله عليك. بكره الله عليك. شامل بكره الله عليك. من 36 لل 68 لو عايزه 73 هنجيب لك سبيشال سايز اهو. السبيشال سايز بكره. بقول لك دمار شامل. دمار شامل اسود ازرق احمر بنفسجي موف ازرق على الله ان شاء الله. فوش يا مبيتي. قول لك كله موجود وعلى ايه؟ وعلى الله ان شاء الله. على الله ان شاء الله. ان شاء الله. وجايب لك كميات مش جايب لك حته ولا اتنين. قال لك الشغل الستاره اللي حكايته حكايه. بقول لك بكره دمار شامل. بكره تمام شامل. تعالى لي بنلطهم على بعضها. تعالى 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 غمض عينيك. ايه ده يا لهوي ايه الجمال ده؟ قول لك جبت لك اللطهم الكامله وبقول لك خصم ال 100 جنيه. خصم ال 100 جنيه مستورد ده وحش. خصم ال 100 جنيه واظن الكلام مش كتر كام ولا بطوله. انا جاي افرجك مفعوله. دمر وحش. خصم ال 100 جنيه. دمر وحش. خصم ال 100 جنيه. قال لك الانجل عند روميو من كام؟ من كام؟ الانجل اللي عندهم ب 120 بقول لك من اول 15 جنيه. كم؟ من اول 15 جنيه. يا لهوي. 15 جنيه. يا لهوي. انت السيف كده القمر دي اللي حكايتها حكايه. قال لك بكره عندك الانجل من اول الكام؟ بكام؟ من اول 15 جنيه. كم؟ من اول 15 جنيه. دمر وحش. انا جد صفيت تيشيرتات لاخواتي الصغيرين. قال لك الاطفال احباب الله واحباب انا كمان. بقول لك 15 جنيه. التيشيرت القمر بكام؟ بكام؟ 15 جنيه. دمر وحش. الشيف بكام؟ بكام؟ 15 جنيه. كم؟ قال لك 15 جنيه. وزع وحش. تجري ومحدش مستني حاجه منها وما تشيلش جنيه في بيتك. معرفش اعمل ايه. تعالى حطه في حاجه مجمده واقول لك 15 جنيه. 15 جنيه. 15 جنيه بقول لك وداع بكره. يا عم علينا ربنا يا وحش. وداع بكره ونيار وانا مش شايف حد. اظن انا مش شايف. تعالى انا ما بحبش اتكلم كتير. انا بحب اوريك المفعول على طول. تعالى 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 تعالى. عبايات كمان استقبال. يا لهوي 75 جنيه. يا لهوي 75 جنيه. دمر وحش. قال لك من 11 ل 3 175. يعوض عليك ربنا. أيه. يا روميو اهي. دمر وحش اهي. في الوداع والدمار الشامل. قال لك ولا كتر كلا بطوله. اه قال لك البوبي جاي فريق مفعوله. ادي يا وحش. تعالى بص 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 بص. الله عليك يا حبيب والديه. بص التفاصيل. بص الكنيشه. تحس انك لابسه ملايه مستورده. مش هقول لك عبايه مستورده. ملايه اهي. شد. انت تن هتلبسي. اتنين تاني. بقى هتلبسي. شغال. تعالى تعالى تعالى. يلا يا وحش. دمار شامل ومش شايف حد اهو. والمصفاريك اهي. اهي. اهي معلش انا مش شايف. اهي. اهي يا وحش. اهي. اهي والله العظيم دمار بكره وحكايه وروايه. بقول لك بكره دمار شامل.
هقول لك العبايات عند روبي بكره من اول الكام؟ بكره الملابس في ذمه الله. العبايه من اول 75 جنيه. طب العزة كام يوم يا وحش؟ هقول لك العبايه من اول 75 جنيه يا وحش. ادي بيه. من اول 75 عايزين ايه تاني؟ مش عارف. هقول لك مش هحلق لك، انا هدمرك خالص. دمر يا وحش. اقعد في بيتك. دمر يا وحش. اهو معلش عشان ابو غل من غله بيجيب شويه عيال تطبل له. الله عليك. نفسي وبقول لك 75. الله عليك. من اول 75 جنيه. من اول 75 جنيه ومعلش اعذريني انا مش شايف حد. ايه؟ قال لك الرواب الشغل العالي الشغل البرتقالي المستوردات خصم 100 جنيه. ايه؟ خصم ايه؟ 100 جنيه. تعال قرب معايا بص بص الشغل بالتفاصيل. الشغل بالتفاصيل الشغل الايدي وبقول لك خصم 100 جنيه. خصم 100 جنيه. تعال عند العبايات تاني عشان العبايات حلوه بقول لك بكره عبايتك من اول الكام يا روميو؟ من اول 75 جنيه. من اول 75 جنيه. من اول ال 75 جنيه ايوه من اول ال 75 جنيه. هعيد لك من اول تاني اقول. طب اخوانا الاطفال يا حاج فين؟ ايه ولا ايه؟ تعالى تعالى اخوانا الاطفال يا وحش. حبايبنا دول ده مرش شامل. قال لك طقم العيد رجع من جديد. طقم العيد رجع من جديد. اقول لك ده مرش شامل كم؟ كام؟ قلناش منه قال لك 450 بكره بقول لك ب 199. الله عليك. ب 199 شغال. ب 199 ب 199 خد يا وحش. ب 199 199 ايوه 199 بيع يا وحش بيع 99 الله مط حبايبك يا وحش افرز 199 وخلي الغلابه تلبس يا جدع صيفي شتوي مش هتفرق معاهم بقول لك ب 199 بكره شغال 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 يلا معايا استنى معايا دمار شامل يا وحش الملابس بذمه الله واحد بس لو كل واحد من اخواتي استفاد له بواحد هو اولى بيه لبسه تحت التيشيرت لبسه تحت السويت شيرت اي حاجه هتنفع معاك بقول لك ب 49 جنيه الله عليك 49 جنيه شغال اهو 49 بكره في الوداع ودمار الشامل ومعلش عذرا انا مش شايف حد اهو 49 جنيه شغال قلنا 49 جنيه طب اخواتنا البنات يا وحش البنات يا وحش البنات ما اقدرش انسالهم ده انا ما اكلفش بنات ايه ايه الحلويات الله عليك على الحلويات بص بص الاوريجينال بص الجمال بص الدلال بقول لك خصم 100 جنيه بكره خصم 100 جنيه عشان قدرك يا اموره خصم 100 جنيه عشان قدرك يا كتكوته خصم 100 جنيه عشان شكلك يا قمره بص 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 هخليك زيك زي اخواتك البنات الامامير اللي ابوهم وماما عندهم فيلا ومعرفش ايه انا هخليك قاعده في عشه ولا كانك قاعده في سرايا شغال بص 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 اوريجينال اوريجينال وحلويات بكره بقول لك خصم 100 جنيه تعالى بص الشغل عامل ازاي بالاستراس بتاعه بقول لك ايه خصم 100 جنيه شغال خصم 100 جنيه حلويات معلش يا ماما حلويات حلويات اهو 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 رومي عمل لك خصم 100 جنيه اهو خصم 100 جنيه هتتاخري هتخسري خصم 100 جنيه مش شكل واحد كذا اشكال وكذا لون يا وحش الفل كذا لون شغال الفل اللي بيبيعوه في البراندات ب 300 و 400 بقول لك بكره ب 99 الله عليك 99 شغال بقول لك اكتر لون اكتر من لون اكتر من شكل اكتر من مقاس وبقول لك بكره من اول الكام؟ كام؟ من اول ال 99 جنيه الله دمر يا وحش 99 جنيه شغال قال لك 99 جنيه شغال طب انا عرضت لك شويه ملابس وحرقتها لك ابقى انا كده بتاع ملابس لف معايا وتعالى كده تعالى 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 ست وشك وتعالى معايا ملحقتش اروق ملحقتش انضف ملحقتش ارتب ملحقتش اعمل اي حاجه بس انا جاي اقول لك بكره بقسم لك 1000 جنيه على اي لحاف مستورد كم 1000 جنيه على اي لحاف مستورد 1000 جنيه لك انا بكره اقسم لك 1000 جنيه على اي لحاف مستورد دمر يا وحش زي ما انت زي ما انت زي ما انت انا جاي لك زي ما انت انا جاي لك انا اجيب لك لحاف تاج لحاف تاج الاوريجينال لحاف تاج الايه الاوريجينال 1800 واما بالاصطلاح عرضي بيقول لك 1500 الشغل العالي البرتغالي 199 الله يبارك لك يا وحش 99 مشجر ووشي مشجر ووشي ساده ب 999 ايه ادي بيه 999 طب يا وحش الناس الغلابه يا وحش الناس الغلابه اللي عايزه تاكل عيش اه بقول لك بكره اللحاف عند روحي من اول الكام تخيل كده تخيل كده تخيل برضو عايزين ندمر واحد بقول لك 1200 الغلابه يا وحش ب 900 الغلابه ب 750 يا لهوي 150 جنيه الله يبارك لك يا وحش 150 جنيه الله يبارك لك يا وحش حاجه دلوقتي يا روميو معلش انا عروسه وعلى قد حالي والدنيا معايا مش متظبطه عايز اجيب مفرش ستان ابو 2000 وب 3 وب 1000 يوم مفرش له عرض تعال انا هبهرك انت عارف الستاره بكام؟ كام؟ الستاره بكام؟ كام؟ 75 جنيه بكام؟ 75 جنيه ستاره ب 75 جنيه ب 75 القطيفه اللطيفه ب 85 جنيه ادي بيه بسيطه كلها في بيتها ادي بيه بسيطه كلها في بيتها طب المفرش ده التركي
في الحافظه التركي اللي هم بيبقوا 600 و900 بكره 400 وفكه كله في ذمه الله. اقول لك خصوماتنا بكره تصل حتى 80 و90%. يا لهوي 2 3 شهور هتيجي جهاز عروسه كامل. طب الناس عماله تقول لك يا وحش الدولار غالي ومش عارف مين بيحارب في مين. مش عارف السيالة ولا ابدي سداد. الله عليك. دفر دفر دفر. الله عليك يا وحش. على وجهك. الله عليك. بقول لك بكره جايب لك شويه دلع من اللي اتمنع. جايب لك حلويات من الزمن اللي فات. هبيعهم ببلاش وكانهم ما جاش. افرد 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 افرد. اوريجينال وحلويات. معلش انا خليني برضه انا لابس نظاره خشب ومش شايف حد. الله عليك. طب بقول لك يا وحش. كلمه السر العرض مستمر. العرض مستمر. تعالى خدش معايا وتعالى. تعالى يا وحش. قال لك هتغطيها ماما تغطيها هتيجي عندي وتعريها. ادي بيه ادي بيه. تعالى تعالى تعالى. عارف الفوت عندنا من اول الكام؟ كام؟ 35. كام؟ 35. كام؟ 35. يا لهوي يا لهوي. 35. ادي بيه. ما انت انا جاي. عايزينك تدمر يا وحش. بفرش عرسه ب 900 وب 1100 وب 200 وب 1200 وب 1500 وبنوزعها عرض لك 800 جنيه. اقول لك بكره 349 جنيه. الله يبارك لك. وزرينا مش شايف حد. الله يبارك لك. لايت الكينج. الغلابه احنا معاهم يا ريس. لايت الكينج الحكايه حكايه. كام يا وحش؟ لايت الكينج الحكايه ده حكايه. كام يا وحش؟ 200 جنيه بيها تعمل بيها ايه؟ ايه؟ تشتري بيها ملايه مستورده. كام؟ ملايه مستورده. ب 200 جنيه. 200 جنيه. 200 جنيه. 200 جنيه. ارضي بيها. ب 200 جنيه وتعالى بص. طب اتفرج على التقفيل. بص التقفيل المستورد قال لك حلويات بقول لك بكره 200 جنيه. 200 جنيه. فعلا هي ب 200 جنيه ان هي حاجه تحت السلم. بقول لك فوق 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 ما تتخيل الملايه مستورده. الله يبارك لك يا وحش. الملايه القطن الملايه القطن اللي هما بيبيعوها ب 800 بيصيروها عند 600. لا انتوا عندكم حق هي ب 600. واحد اثنين. بكام؟ بكام؟ 1200 الاثنين. بكام؟ 1200. ادي بيه. انا عندي هديك انا الثالث من عندي هديه. كمان؟ هديك الثالث من عندي هديه. الله يبارك لك يا وحش. انا ما بشوفش حد برضه. اهو مش هعيدك بشكلين ثلاثة أربعة. بقول لك صف 2 3 4 5 6 6 صفوف في 4 ملايات. بقول لك 5 5 في 6 بكام؟ 5 5 25 5 6 ب 30 موديل بكرة تختاري منهم أي ثلاثة يعجبوكي. أي ثلاثة؟ أي ثلاثة يعجبوكي من 30 موديل أنت متخيلة؟ اثنين ب 1200 وواحد مجانا؟ مجانا. الله يبارك لك يا وحش. ده عشان مش حلو بقول لك هدايا لكل عروسة بتجهز نفسها. الله يسهل لك يا وحش. بقول لك إيه بقول لك إيه تعالى تعالى تعالى. عارف دي بكام؟ كام؟ 200 جنيه بينزلوها 150 جنيه ويقول لك عرض الدمار الشامل 85 عندي. الله يبارك. 85 جنيه. الله يبارك. تعالى اوديك جمله. الله يبارك. 85 جنيه. الله يبارك. 85 جنيه. كم فوطه دول يا وحش؟ 85 جنيه بقول لك ثلاث فوط حكايتهم حكايه. ثلاث فوط بيور قطن تقيله خامه زي ما انت شايفه ما تبانش اللي وراه بقول لك 85 جنيه. الله يبارك لك. 85 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. 85 جنيه. الله يبارك لك. 85 جنيه. عندنا عروض ثانيه يا وحش. بيقول لك ضيع. بص بيقول لك دمر بيقول لك ام 600 ابعت لك انا بكره ب 450 جنيه. ادي بيه. 450 جنيه. ادي بيه. 450 جنيه. ادي بيه. 450 جنيه. ادي بيه يا وحش. شامل بكره انا بقول لك حكايتك حكايه يبقى حكايتك فعلا حكايه. تعالى 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 تعالى. قال لك ملايه الاطفال ام 800 ويوم ما بيعملوا عرض بينزلوها 700. بقول لك تعالى بكره تاخدي ادي اثنين ادي اربعه ادي سته ادي ثمانيه. قال لك ثمان ملايات اطفال بكره ب 2000 جنيه. كم؟ ثمان ملايات اطفال بكره ب 2000 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. ثمان ملايات اطفال بكره ب 2000 جنيه. الله يبارك لك. اظن انا برضه لسه مش شايف حد. الله يبارك لك يا وحش. انا مش شايف حد. الله يبارك لك. شغال. شغال يا وحش. لا متفرجين مفيش منافسين. قال لك كميات، قال لك الشغل القطيفه، القطيفه القطيفه تعالى الشغل البارز، بص 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 الوان، بص موديلات، بص الشغل الاوريجينات اهي. بص 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 الشغل، بص العالي، بص البرتغالي، بص الدمار الشامل، عايز اكتر من كده طيب، عايز اكتر من كده بقول لك اكبر كوليكشن شغل مختار تعالى، قال لك جبت لك شغل مختار كله بكميات، ملايات، شغل ستان، شغل هاند ميد، شغل ايه؟ الشغل كل المختار انا واخد توكيل المختار يا جماعه ما حدش يفكر ياخد سعر غير سعري اهو اهو المختار اهو بص 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 قال لك كوفرتا بالملايه بتاعتها اتنين مخده اتنين خرديه كوفرتا بتضرب نار كوفرتا بتضرب نار بقول لك بكره خصم ال 500 جنيه كم؟ خصم ال 500 جنيه الله يبارك لك خصم 500 الوان كتير يا وحش خصم 500 جنيه زي ما انت عايز تقول قول انا هبيع لك مفروشات مش هبيع لك فول قال لك بكره دمار شامل بكره دمار شامل اكبر كوليكشن عروض اكبر كوليكشن تخفيضات بكره ان شاء الله قلنا اسيوط 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 لما قول من هنا للشلالات انا جايب لك عروض ايه من الزمن اللي فات شغال شغال اسيوط المعلمين عند كوبري السادات
ده ماشيه من بكره على الطريق العمومي. قلنا عرضنا موجوده في جميع فروعنا، قلنا عروض المنزل. طب وحش وحش، احنا عايزين نكسب حد قبل ما ننهي اللايف. وحش كسب كسب كسب، بقول لك بكره عروض المنزلي من اول ال 5000 جنيه، عروض المنزلي من اول ال 5000 جنيه، باكج عروسه كامل. تخيلي انت عروسه وابوكي قاعد شايل الهم وشايل طبق سته، اجهزها منين اجهزها منين؟ قول لي 5000 جنيه انا هخرب لك الدنيا. كلار يا عماد اقول لك مبروك، هديك طعم جرانيت، طعم جرانيت يا وحش الهارفست التركي شغال شغال. واحد تاني طعم، هديك طعم المونيا الدهان الثمن حلل شغال شغال. هديك التالت بقول لك هديك طعم، طعم ميلامين 38 قطعه ضد الكسر شغال شغال. معاهم ايه؟ هديك معاهم ايه؟ هديك طعم اركو بايركس حكايته حكايه، عسلي او مشجع على حسب اختيارك. اقول لك 9000 ونص. طب هما يعملوا عرض يقول لك هنزلك 1000 ونص، ده يقول لك ب 8. انا بقول لك بكره عند سفير الغلابه، عند سفير الغلابه بخلص. وزير الحنيه بيضيع 5000 جنيه. قال لك وزير الحنيه من دي غير تفكير وايه؟ بالنيه شغال على الله. 5000 جنيه بكره على الله. 5000 جنيه بكره، وانتظروها في لايف جديد يا احلى جروب في الدنيا. وانتظروا في المشاركات، انتظموا في المشاركات، انتظموا في اللايكات، كله شغال كله كسبان. قلنا المسابقه شغاله لحد بكره، قلنا عرضنا من 11 ل 3. معلش اعذرونا انا بدي مده صغيره عشان كله يلحق يستفاد، منزلي كله يلحق يستفاد. قلنا منزلي مفروشات ملابس حفاظات سجاد، قلنا بكره ده مش شامل حكايه وروايه، واللي مش هيجي هيسمع واللي هيجي هيشوف. تظهر لايف جديد من فرع جديد احلى جروب سنتر رمضان الصباح، واحلى مسا على الناس.